تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر من مدينة النبطية وتحديدا من منطقة بير الأندير، حيث نتابع العاصفة. يؤثر منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية باردة ورطبة على لبنان بطقس شتوي وبارد ورطب، ويستمر لغاية الليلة وينحسر ويعود الاستقرار النسبي غدا الجمعة. ولكن ما شهدته اليوم منطقة النبطية هو مشهد بالفعل غير مألوف. الجرافات عمدت صباحا على إزالة كميات الثلوج بالشكل الذي نراه في هذه الأثناء. يعني هذه الطريق أو في هذه النقطة حيث أنا متواجد الآن في منطقة بير الأندير، لم تتمكن السيارات من العبور في ساعات الصباح الأولى، لأنه بالفعل هناك كان سماكي وصلت إلى 30 سنتيمتر، بالإضافة إلى تجمع لكميات كبيرة من المياه، وبالتالي عم نحصل على هذا المشهد نتيجة هذه العاصفة التي تضرب لبنان. ومن المتوقع بحسب الأرصاد الجوية أن تنحسر غدا الجمعة. خليني أشوف شو وضع هالرانج هون. يعطيك العافية. الله يعطيك. كيفكن؟ ماشي الحال. رواق. شو الوضع؟ الوضع حلو، يعني التلجات كانوا بعاد عننا، قربوا عنا بطية، وفر علينا البنزينات. حنطلع على التلج لو ما وصلوا على البطيئة. ايه اكيد لو ما وصلوا على البطيئة اكيد طالعين. هيدي الاول مرة لان وبرضو بكرة طالع كمان على التلجات. الجيب لإلك؟ ايوه. انت مطلعه بهذا الشكل؟ انا مطلعه بهذا الشكل وعلق هوايتي يعني. لا ما علق مع الان. مع الان؟ لا مع الان، نحن حاطينه عم نصور فيه بس. حلو حلو. طيب الصبح شو صار؟ يعني كنت من الصبح هون؟ كنا من الصبح هون، نزل الثلج بغزارة، يعني البرد هو عبارة مش ثلج أساسا، هيدا مش نفناف يعني. و لمدة شي 10 دقايق بس وجمعت هيدي الكمية، ممكن لو ضلت أكثر كنت عملت أكثر من هيك، وصار في إعاقة للسير بالنبطية أكثر كان صار يعني. كانت مسكرة الطريق الصبح لو ما جرفت تفتح. صحيح، لو ما تيجي البلدية الآليات تبع البلدية تفتحها كنت عانوا المواطنين أكثر من هيك بصعوبة المشي على الطرقان يعني. نعم نعم. حلو. هيدا المشهد قد ايه صرنا مش شايفينه بالنبطية تقريبا؟ انا مش شايفه يمكن من 20 سنة. من 20 سنة. رغم انه كنا ناطرين هيدي الشتوية انه هيك تتلج بالنبطية، ما توقعنا يكون بنيسان ابدا، ما حدا توقعها، حتى تبول الارصاد الجوية ما حدا توقعها، لانه كانوا متوقعين التلج من 1005 وطلوع. نعم. وبعدين برجع بقول لك انه هيدا يعني شيء عابر، انه برد مش تلج مش نفناف. صح، بس انه بيفش الخلق شوي، مو هيك نشوف المشهد الابيض. اكيد اكيد اكيد. قبل ما تصير كل ايامنا بيضا. يا رب. شكرا لك. الله يعافيك. خليني تابع مشاهدينا بهيدي الجولة من بير الأنديل بالنبطية، حيث شو حجي قد ايه صارك مش شايفي هالمشهد بالنبطية؟ صلى على محمد وآله محمد، الله يبعث الخير. الله يبعث. هذه شجرة نيسين تحيي الإنسين والزهر وكل شيء. الله يا ربي يحميك ويحمي أمة محمد وعلي، والله يتقبل اعمالك. شكرا لك يا حجي. شكرا لك. شكرا لك حجي. فاذا بهذه النقطه كانت صباحا كميات كبيره من الثلوج تغطي منطقه بير الانديل. برجع بذكر انه كان هناك اعاقه او شل حركه السير في المنطقه، وتحديدا في هنا في هذه النقطه من بير الانديل. ورح جرب اكون عم شوف واياكم مشاهدينا كيف كان المشهد هون صباحا، كيف كان المشهد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عم تفتح محلك، شو بدك تشيلون ولا شو بدك تعمل؟ لازم ندق للبلديه يشيلون، لانه الجيران اسم الله دايقين لهم مجمعينهم قدام محلي. لقوك مسكر بعدك هيك، كن بعدك نايم. سربرايز مفاجاه. هي ليك يا نيسان كلهم مخبين لنا مفاجات ما كنا موقعين. عن جد بقانون ما صار في ثلج هيك ولا بشباط. يعني انا تفاجات اليوم الصبح انه في هالقد كميه ثلج. نعم نعم. يلا بالتوفيق ان شاء الله. قفص الليمون غارق عندك تحت الثلجات والعان. شو بدنا نعمل؟ يعني هذه كلها خير من رب العالمين، شو بدنا نقول اكثر من هيك؟ والحمد لله خلي العالم تلعب بالثلج. وين هيدا الشارع كله بجمع من فوق من شو كان بيزل لعنا؟ هو برر على نفناف. لا الحمد لله رب العالمين راضي علينا الشيعة. حبيبي يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. خليني فإذا نفرجي كيف كان المشهد صباحا بمنطقة بير الأنديل.
بهذه النقطة تحديدا حيث نحن متواجدون الآن. رح نشوف هلأ الفيديو. يلا خلينا نعرض الفيديو للمشهد اللي كان صباحا بهيدي النقطة ببير الأنديل حيث نحن متواجدون الآن. هذه مشاهد الطوفان وأيضا الثلوج. هي برجع بقول انه هي عبارة عن حبات برد، يعني حبات برد تراكمت، لانه حوالي الربع ساعة ضلت بنقول نحن صاحبي وحدة او فرد صاحبي عم تتلج او عم تزيد حبات البرد بالنبطية. قبل الختام اود ان اشير مشاهدينا الى انه قمنا بجولة في النبطية، ويعني فيما يتعلق بالطرقات، الطرقات في مدينة النبطية جميعها سالكة باستثناء هذا الطريق اللي كنا قد أشرنا إلى أنه قامت جرافات تابعة على بلدية النبطية بإزاحة الثلوج في المنطقة وعمدت إلى فتح الطريق هنا في بير الأنديل لتتمكن السيارات من العبور. غدا الخميس بحسب التوقعات سيكون هناك جو شتوي كانوني، أمطار غزيرة وأجواء باردة، برق ورعد. تستمر هذه الأجواء الماطرة حتى عصر الغد. فيما يتعلق ب اليوم بالأحرى الخميس، يعني عم بحكي عن طقس اليوم، فيما يتعلق ب الطقس تشير صور الأقمار الصناعية إلى بداية تعمق سحب ماطرة بغزارة مرفوقة برعد وتساقط لزخات البرد صوب لبنان بهيدي اللحظات. طيب، فإذا مشاهدينا هذا هو المشهد من نقطة بير الأنديل. على كل حال سنتابع جولتنا في مدينة النبطية لنتابع حركة الطرقات، حركة السير ووضع الطرقات نتيجة هذا المنخفض الجوي. من بير الأنديل في النبطية، إبراهيم ضوع العماس، وإن شاء الله كل أيامكم بتكون بيضة. صوت بيروت انترناشونال.